أهلا بكم. لماذا لا يقدم الفاسدون في العراق إلى المحاكم الجنائية؟ ولماذا لا يحاكموا؟ حيث كلما تسلطت حكومة على العراقيين كشفت ملفات الفساد للحكومة التي سبقتها، لتبدأ هي الأخرى بنهب وسرقة أموال الشعب سراً وعلناً، سواء ببيع المناصب والوزارات أو المكاتب الاقتصادية للميليشيات، أو بتغريب العملة الأجنبية للخارج، أو بالعقود للمشاريع الوهمية والصفقات الفاسدة، أو الفساد المستشري في المعابر الحدودية، أو استخدام القانون وتسخيره لعمليات صرف مخصصات للسياسيين استنزفت أموال الشعب العراقي، أو الفساد في منظومة الأمن والقضاء وابتزاز ذوي المعتقلين في السجون وغيره من صور الفساد، حتى بات الفساد سمة العملية السياسية التي شكلها الاحتلال الأمريكي منذ غزو وتدمير العراق. فما هي الآثار المدمرة التي خلفها الفساد السياسي والإداري والمالي على الشعب العراقي؟ ولماذا تستمر عجلة الفساد بالدوران في العراق؟ نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار بعد التعريف بالضيوف الكرام. كونوا معنا. كلما دخلت حكومة لعنت أختها، وهكذا كلما تسلطت حكومة على العراقيين كشفت فساد التي سبقتها، لتبدأ هي الأخرى صفحة جديدة من الفساد الذي تجاوز فيروس كورونا في سرعة انتشاره وتمكنه في جميع مفاصل الدولة. مصطفى الكاظمي بحكومته الجديدة قدم الوعود بمحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين، لكن يبدو أنه لم ولن يتمكن من محاسبة أي فاسد حكومي بحسب ما أكده النائب أمجد العقابي عن كتلة سائرون. الفساد في العراق أصبح له سوقه ومكاتبه ورواده، ويبدأ المزاد والصفقات من رأس الهرم ببيع المناصب والوزارات، ثم إلى المكاتب الاقتصادية للأحزاب والميليشيات التي نهبت الموصل على حد وصف النائب السابق محمد نور العبد ربة، ثم إلى مصارف الدولة التي باتت باباً لتهريب العملة الأجنبية إلى خارج البلاد، ثم إلى الفساد المستشري في المعابر الحدودية التي يذهب 90% من عائداتها إلى الفاسدين بحسب النائبة مجد التميمي، التي أكدت أيضاً تزوير 174 ألف عقار للدولة وتحويلها إلى أسماء أفراد، فضلاً عن فقدان نحو 400 سجل ملكية. مجلس النواب الذي يفترض فيه أن يكون ممثلاً عن الشعب يصرف نحو نصف مليار دينار شهرياً كقرطاسية للنواب، في الوقت الذي تلجأ الحكومة فيه إلى الاقتراض والاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عما كشفته لجنة الاقتصاد النيابية من وجود 30 مليار دولار مجمدة لفاسدين خارج العراق، مؤكدة عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن. قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين تحدث عن نوع آخر من الفساد في منظومة الأمن والقضاء، حيث كشف عن اعتقال أكثر من 11 ألف مواطن في العراق خلال شهر أيار الماضي. ومن هنا لك أن تتخيل حجم الفساد الذي تشترك فيه السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. أما مركز جنيف الدولي للعدالة فقد دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان في العراق، وأن تحقيقات اللجان الحكومية لن تجدي نفعاً طالما أنها تقع تحت هيمنة الأحزاب المتنفذة. وجود إرادات سياسية فاسدة تعرقل فتح ملفات الفساد ضد كبار المسؤولين المتورطين، وتواطؤ المجتمع الدولي بالسكوت عما يجري في العراق يجعله يغرق في بحر من الأزمات التي لا تنتهي. أرحب بالضيوف الكرام في هذه الحلقة. سيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي ينضم معنا عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ شاهو. تحياتي لكم. مرحبا. أهلا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ زيدون الكناني الباحث والمحلل السياسي في شؤون العراق والشرق الأوسط ينضم معنا من الدوحة. أستاذ زيدون مرحبا بك. مساء الخير أستاذي. أهلا بك. وأيضا أرحب بالأستاذ رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي ينضم معنا من عمان. أستاذ رحيم مرحبا بك. مرحبتين. أهلا وسهلا لك ولضيوفك الكرام. أهلا بكم ضيوفي الكرام في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي. يعني ارتبط الفساد بالعملية السياسية منذ غزو وتدمير العراق عام 2003، ما علاقة الفساد بالعملية السياسية؟
تحياتي لك والمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. حقيقة الفساد في العراق عملية شائكة ومعقدة، وليست فقط عملية محلية بل عملية خارجية أيضا، يشترك فيها أطراف محليون داخل العراق وأطراف خارج العراق. عندما نرى إلى الملفات العقود الوهمية وملفات استيراد الطاقة من الخارج وملفات استيراد السلع وال يعني الأشياء الخارجية إلى العراق، نرى كم هائلة من الفساد يشترك فيه أطراف داخلية ودولية. وبالتالي كان هذا المظهر من مظاهر الملازمة للدولة العراقية والعراق الجديد التي تم تأسيسه بعد 2003. منذ الحكومة الأولى والحكومة الثانية وإلى السادسة، الأطراف السياسية تحافظ على مصالحها وتحافظ على بقاء الفساد وتوزيع الحصص وأيضا شراء يعني فتح مزادات لبيع وشراء المناصب، وهذا الأمر اعترف به أشخاص مشاركون في العملية السياسية. ورغم ذلك، بسبب قوة الدولة العميقة التي تدير شبكات الفساد، لا يمكن لأي جهات قانونية أن تحاكم أو تحاسب أو تفتح هذه الملفات. إذا عدنا إلى الوراء، بعد كل حكومة وخاصة حكومة العبادي، كان هناك تأييد من المرجعية وتأييد من البرلمان وتأييد من الشارع ودعم للشارع للعبادي لفتح هذه الملفات والبدء بمحاسبة الفاسدين، ولكنه بلا شك لم يستطع أن يحاسب رفيق دربه في حزب الدعوة نوري المالكي وأن يفتح الملفات الفساد الكبيرة الذي لو تم فتحها ولو سقط رأس واحد لسقط معه آلاف الرؤوس الأخرى الباقين. وبالتالي هذه المنظومة متشابكة يشترك فيها الجميع. موضوع الفساد في العراق، المشكلة يبدأ من وقت الانتخابات، عندما يقوم أي طرف سياسي بدفع الملايين وصرف الملايين في الانتخابات لكسب الأصوات، بعدها يريد أن يعيد أرباحه من خلال المناصب الذي يستحقها. يعني مثلا لو صرف مليون دولار للحصول على منصب، يريد 10 أضعاف هذا المليون دولار بعدها عن طريق هذا المنصب. وكيف سيكون؟ عن طريق الوعود والعقود الوهمية، عن طريق تعيين الآلاف من الموظفين الوهميين، وبالتالي تم تدمير هذه الدولة وجعله في ذيل القوائم المختصة بالشفافية والعدالة والفساد الدولية التي تصدر سنويا. وبالتالي نرى أن هناك تراجع مستمر في هذا الملف، وليس هناك أي تقدم من قبل أي حكومة جديدة تأتي وتطلق الوعود، ولكنها بعد ذلك تخضع لأمر الواقع وتخضع للدولة العميقة. ابقى معي أستاذ شاه القرداغي لو سمحت. أرحب مرة أخرى بالأستاذ زيدون الكناني، الباحث والمحلل السياسي في شؤون العراق والشرق الأوسط. يعني هل فعلا يراد للعراق أن تظل عجلة الفساد مستمرة بالدوران فيه؟ بالتأكيد، بلا شك. أولا تحياتنا لك دكتور سمير ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. الفاسدون في العراق لن يذهبون إلى المحاكم الجنائية، فكيف سيقدم الفاسدون للمحاكم الجنائية إذا كان الفساد هو الحاكم؟ الجنات هم من يسيطرون على كل مفاصل الدولة ويمارسون ضغوطا على القضاء. ربما ليس بالإمكان حتى تقديم الفاسدين للمحاكمة إذا لم ترحل منظومة الفساد الحاكمة نفسها، دون أن يعني قولي هذا توقف الجهود المبذولة لملاحقة الفاسدين. يعني يجب أن نشيد بدور النشطاء ومنظمات المجتمع المدني العراقي الذين يحاولون إيصال رسالة حقيقية أو حقيقة ما يحصل في العراق للمجتمع الدولي، وعسى أن تكون محاولة واحدة من عدة محاولات نتيجة ضغط على حكومة الكاظمي أو غيرها من الحكومات العراقية ما بعد 2003. الحكومة الحالية هي حكومة تأسست على نفس منظومة المحاصصة الطائفية التي تظاهروا ضدها الشباب منذ بداية تشرين 2019. هي نفس منظومة المحاصصة الطائفية التي بسببها نرى في العراق اليوم جفاف المياه، عطالة عند الشباب، أزمة الكهرباء، الملف الأمني الفالت، ملف داعش، عدم إمكانية الكاظمي أو غيره بحصر السلاح بيد الدولة. ولديك أحزاب في الحكومة العراقية نفسها لديهم جماعات مسلحة تابعة لهم يفترون بشوارع العراق ويهددون من يشاءون، وهم الذين قتلوا المتظاهرين. ونعلم علم اليقين باعترافات بعض السياسيين العراقيين عبر شاشات التلفزيون وبعض ميليشياتهم أمام كاميرات الإعلام أو كاميرات
المواقع التواصل الاجتماعي يعترفون بانتهاكاتهم وتعاملهم العنيف ضد المتظاهرين السلميين. نعم. سأعود إليك مرة أخرى أستاذ زيدون، ورحب بك الأستاذ رحيم الكوبيسي أستاذ القانون الدولي. أستاذ رحيم، لماذا لا يحاكم السياسيون الذين اختلسوا وسرقوا في العراق؟ وبحيث أن منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها أو أحد التقارير يتحدث عن أن العراق هو الأكثر فسادا في العالم والأقل نزاهة، ويقع في المرتبة 162 عالميا في هذا التقرير، لماذا من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك دكتور، وتحياتي لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين، وتحية بالتأكيد لكل الثوار في ساحات العز والكرامة الذين يتطلعون إلى غد عراقي أفضل. نظام المحاصصة مع كل الأسف الذي جاء به بريمر مع بداية الاحتلال أدى إلى تقاسم المواقع الوظيفية، وأصبحت هذه المواقع أسلاب لهذه الكتلة أو تلك. ولهذا عندما نعرف أن هناك وزراء فاسدين تم الكشف عن تجاوزاتهم وملفات فساد دون أن يأخذ القضاء مجراه بحقهم، وبالتالي لا نجد وزيرا أو مسؤولا قدم إلى القضاء لمحاسبته. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه المحاصصة تتطلب أن يسكت هذا الفريق أو هذه الكتلة عن سارق لكتلة أخرى، والعكس صحيح في هذه الحالة. وكانت تثور بين الحين والآخر فضائح يتم الكشف عنها من هذا الطرف في حدان. أستطيع أن أقول لك بصراحة أن السلطة الفاسدة لا تخلق أجهزة رقابية تحاسبها، وإذا ما تواجدت أجهزة رقابية وهي كثيرة، القضاء جهاز رقابي، الرقابة المالية، المفتشين العموميين السابقين. يعني أستاذ رحيم، يعني هناك نوع، يعني تريد أن تقول أن هناك نوع من المحاباة ما بين هيئة النزاهة وأيضا المسؤولين من أصحاب النفوذ في كل مناصب الدولة؟ أن هذا قد ينطبق على السلطة القضائية. نعم. التي طالما نما إلى علمها وجود فساد وفاسدين في أجهزة الدولة، لكنها لم تتحرك، فلم يقم القضاء بتأدية دوره في حفظ الحقوق وإنصاف المظلومين. فكل الأسف عندما يسيس القضاء يفقد مصداقيته، وعندما يخاف القاضي إنفاذ حكم القانون تتحصل العدالة. أنا أعطيك مثلا لما يجري على الساحة الدولية ولما يجري على الساحة العراقية. أنت تعرف أن الرئيس الكوري الجنوبي أقيل من منصبه لشبهة فساد، وأن الرئيس البرازيلي أقيل لشبهة فساد، وأن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أولمرت يقبع الآن في السجن لشبهة فساد، وأن رئيس وزراء فرنسا فرانسوا فيون الآن يحاكم بتهمة تعيين زوجته واثنين من أبنائه فضائيا. إذن هذه كثر في هذه الحالة. لا بل أنت تعرف أن بريطانيا حاكمت من صدر جهاز كشف المتفجرات، في حين العراق لم يحاسب ولم يحاكم الجهة التي استوردت هذا الجهاز. لا بل أستطيع أن أقول لك أن السفير الفرنسي السابق في العراق بوريس بالدون، هذا السفير يحاكم بتهمة تهريب 400 ألف يورو عند عودته من العراق، وقال أمام المحكمة أن هذه الأموال ثمن لوساطة بين شركة عراقية حصل وتم حصوله على هذا النقود. يعني أن القضاء الدولي يحاسب ويحاكم أولئك الذين يتعاملون مع الأجهزة العراقية ويحاسبهم ويقضي عليهم، لكن عكس ذلك أن المحاصصة المقيتة التي جاء بها بريمر، هذه المحاصصة جعلت من كل الكتل السياسية، من كل الأشخاص الذين تبوأوا مقاعد متقدمة إلى يومنا هذا، متهمون بالفساد ولا أحد يحاسبهم، لا القضاء الذي سيس مع كل الأسف ولا الأجهزة الرقابية. فالفساد يستشري في كل الجسم الإداري في الدولة العراقية. المحاصصة أيضا أداة من أدوات الفساد. ابقى معي أستاذ رحيم الكوبيسي. دكتور، سأعود إليك مرة أخرى. أيضا القضاء مسيس الذي يفقد مصداقيته، وبالتالي القضاء أيضا يعتبر أداة من أدوات الفساد، كذلك فساد الأجهزة الرقابية. ولكن بالعودة إليك أستاذ شاهو القرداغي، هناك الكثير من التصريحات التي يطلقها أو تطلقها هيئة النزاهة في العراق. يعني مثلا يعني في عام 2019 استعادت حسب آخر تصريح، يعني حتى الأيام القليلة الماضية من 2019 وحتى الأيام القليلة الماضية،
استعادت هيئة النزاهة أو منعت هدر نحو ملياري دولار أمريكي من إصدار أوامر استخدام واعتقال أو مع إصدار أوامر استخدام واعتقال وقبض بحق 64 وزيرا ومن بدرجتهم، بالإضافة إلى 12254 مذكرة أخرى بحق متهمين بالفساد الإداري والمالي وسوء استخدام الوظيفة والرشوة وإهدار المال العام. هذه تصريحات رنانة علنيا، هناك ملفات فساد علنية، أيضا هناك مسؤولون يتحدثون صراحة أمام شاشات التلفاز بأن البعض قاموا بتقسيم الكعكة وأنا منهم، هكذا يتحدث، أمر علني. يعني فساد المنظومة القضائية مثل ما تحدث الأستاذ رحيم الكبيسي وأيضا نظام المحاصصة، كلها أدوات قام بإنشائها أو بتجميعها الاحتلال الأمريكي في العراق عبر هذه العملية السياسية. ولكن عند الحديث عن عراق جديد منذ العام 2003 وأن هذا العراق سيكون أنموذجا للعالم، كيف يستقيم هذا الأمر وهذا الأمر؟ بلا شك، وحتى النائب نائب سابق في البرلمان صرح قائلا بأننا نفتح ملفات فساد وعندما يعني هي جعجعة هي من فقط نعم يعني نعم. نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. نعم نعم، ملفات فتح ملفات الفساد يبدأ أوقات الانتخابات لكسب الأصوات، وأيضا يبدأ أثناء تظاهرات شعبية لتهدئة الشارع. يعني إذا نظرنا إلى تاريخ محاربة الفساد والقرارات الحكومية لمحاربة الفساد نرى أنها مجرد ردة فعل إما لتهدئة الشارع أو لكسب الأصوات. بعد ذلك بعدما يتحقق هذا الهدف الآني ينتهي موضوع مكافحة الفساد. في زمن عادل عبد المهدي قام بتأسيس هيئة مجلس عليا لمكافحة الفساد، لم نرى أي إنجاز لهذه الهيئة. أيضا نحن عندما يتحدثون عن ملياري دولار نحن نتحدث عن إهدار 600 مليار دولار، يعني مبالغ هائلة. تصريحات من داخل الحكومة تتحدث عن 1100 مليار دولار تحدث فقط في عهد نور المالكي تم استنزافها وسرقتها. بلا شك، وبالتالي لماذا نحن نصر على محاسبة الحيتان الفساد وليس الفاسدين الصغار؟ الإجراءات الحكومية دائما تأخذ الفاسدين الصغار الذين لا يجدون أي دعما أو تغطية من قبل الأحزاب السياسية، بينما يتجنبون الاقتراب من الذين يمسكون بملف فساد النفط، فساد المعابر الحدودية، العقود الوهمية والموظفين الفضائيين. هذه الملفات أخذت مليارات الدولارات إلى جيوب الفاسدين في العراق، النتائج كارثية. طبعا مشكلة الفساد المالي أنه لا يقتصر على تدمير اقتصاد الدولة، بل يؤدي إلى العنف، يؤدي إلى الدمار، يؤدي إلى الفوضى. نحن رأينا الآثار السلبية للفساد في زمن نور المالكي، وكان هذا الأمر يجري في ظل الدعم الدولي لهذه الحكومة التي كانوا يسمونها حكومات عراقية محلية يدعمونها لتحقيق الديمقراطية والاستقرار، ولكن للأسف لم يتم تحقيق هذه الديمقراطية والاستقرار، بل تم تأسيس دولة عميقة قادرة على ارتكاب الكثير من الفساد، وأدت إلى نشوء دولة ضعيفة تلجأ إلى قروض خارجية، وهذه القروض الخارجية أيضا أنا أجزم أنها تذهب أيضا في ملفات فساد وليس لأجل المواطنين، لأنه حتى في ظل فيروس كورونا وفي ظل استنفار حكومات العالم لمساعدة شعوبها نسمع بملفات فساد لاستغلال موارد الدولة بحجة مكافحة هذا الفيروس. يعني تصور العقلية الاستغلالية لهذه الطغمة الفاسدة التي تحكم في العراق. هذه العقلية تفكر فقط في مصالح آنية مادية ولا تهتم بالأجيال القادمة. يعني المواطن العراقي، الطفل العراقي الذي يولد حاليا يولد وهو عليه دين. لماذا في دولة الثروات ودولة الأموال يولد الطفل وهو عليه ديون؟ يعني وليس بعكس الدول المتقدمة التي توفر الدعم المالي والاقتصادي وكل الدعم لمواطنيها. هذه بلا شك نتيجة طبيعية لحكم أحزاب سياسية ليس لديها أي رؤية وطنية، بل أحزاب تفكر فقط في جيوبها، مصالحها الشخصية ومصالح خارجية وأجندة خارجية. وهي ستؤدي إلى انهيار البلد بالكامل إن استمرت على هذا النمط من الفساد. طيب ابقى معي أستاذ شاه لو سمحت، بالعودة إليك أستاذ زيدون الكناني. أستاذ زيدون، سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي السابق كشف في العام 2017، نحن الآن يعني نعود لنسترجع بعض هذه الملفات وهذه التصريحات،
يعني منذ عام 2003 وحتى عام 2020 هناك الكثير من التصريحات وهناك الكثير من الفضائح التي كشفت، ولكن نأخذ نماذج منها، يعني ربما تكون قطرة في بحر الكثير من الملفات. يعني نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن ملف أجهزة كشف المتفجرات التي تحدث عنها قبل قليل الأستاذ رحيم الكبيسي، مزاد العملة، الفضائيين مثل ما تحدث عنها الأستاذ شاو قرداغي، صفقة الطائرات الكندية المدنية، صفقة الأسلحة، يعني الحرب على داعش، وهذه المليارات التي صرفت، يعني عن الملف الكهرباء، عن ملف التعليم والمدارس التي والمشاريع الوهمية التي على أساس أنها تنشئ مدارس وليس هناك مدارس على الأرض. يعني عن ماذا نتحدث؟ ولكن هنا يعني بالعودة إلى هذا السؤال، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة طبعا عن ما يجري في العراق وعن عمليات الفساد، ولكن ما الذي ستجنيه الولايات المتحدة من عراق يعد أكثر بلدا يعاني من الفساد؟ يعني ما هي الفائدة الأمريكية من ذلك؟ هل هناك استفادة أمريكية من هذا الفساد؟ أولا دكتور سمير، قبل لا نتطرق إلى الفائدة الأمريكية من الفساد في العراق، يجب أن نتحدث عن كيف صنع هذا الفساد. نعم. الفساد في العراق بدأ مع الغزو الأمريكي للعراق كما تطرقت، فالغزو وبحد ذاته مشروع فساد وتدمير، وتحت سلطة بول بريمر حدث فساد كثير لدرجة يعني حتى اضطرت وزارة العدل الأمريكية بسببها إلى محاكمة أمريكان تورطوا بالفساد المالي في العراق بعد الغزو، كما أن الآليات التي أعيد بها إنتاج الدولة العراقية هي أيضا آليات فاسدة. فلم يحصل في العالم أن بلدا محتلا بما يقارب 150 ألف جندي يجري فيه التأسيس الغريب الديمقراطية وانتخاب برلمان وما تبع ذلك من إجراءات. السؤال هنا حول الفساد الديمقراطي وديمقراطية الفساد، وإلا كيف لآليات الديمقراطية أن تعمل في بلد محتل وبلا سيادة؟ ومن ثم مصلحة الغزاة أن يستقطبوا من لديهم الاستعداد للتعامل مع المحتل والقبول بشروطه، ولا يقبل بذلك أي شخص أو جهة تقدر سيادة الدولة العراقية. وبطبيعة الحال سيكون الرهان الأمريكي على الفاسدين سياسيا وللأسف وطنيا وبالتالي أخلاقيا، والذين سيصبحون فورا رموزا للفساد المالي والإداري. احتلال العراق، نعم الاحتلال الأمريكي هو الذي دخل وغزا العراق ودمر مؤسسات الدولة ودمر المؤسسة العسكرية، ولكن أيضا جعل العراق غنيمة اقتصادية، غنيمة نفطية، غنيمة عسكرية لدول الجوار مثل إيران وغير إيران أيضا من دول الجوار. أمريكا استفادت من عراق ضعيف، إيران استفادت من عراق ضعيف. للأسف في مفهوم الجيوسياسي عادة دول الجوار تستفيد من جار ضعيف، بالذات خاصة إن كان هذا الجار مثل العراق، كان عملته قوية، كان لديه جيش قوي، كان لديه تعليم قوي، ليس دفاعا عن النظام السابق، ولكن لو قارنا النظام السابق مع النظام الحالي فللأسف النظام الحالي اليوم أثبت لنا أن الاحتلال هو دمر ما تبقى من العراق في الحصار التسعينات. أمريكا استفادت من عراق ضعيف، المشروع الأمريكي استفاد من دول ضعيفة، حتى لو كنا نختلف مع بعض الدول العربية أو سياسة الحكومات العربية في الوطن العربي، ولكنها لا ترضى بوجود حكومات تخالفها حتى لو كان هذا الخلاف شكلي أو رمزي. يعني لدينا اليوم مثلاً الفصائل الموالية أو الأحزاب العراقية الموالية لإيران موجودين طبعا بالحشد وموجودين بالبرلمان العراقي، ويتفننون بفكرة محور المقاومة، ومن كم يوم رفعوا لافتات في يوم القدس العالمي وهم لم يذهبوا إلى القدس يوم من الأيام، وليس لديهم أي اهتمام بالقدس، ولكن يستخدمون فكرة القدس لشراء القلوب والذهون والعقول العربية في العراق كما فعلوا سابقينهم. ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور رحيم الكبيسي، يعني هناك دعم دولي للحكومات منذ احتلال العراق عام 2003، يعني هل هذا يعني أن عمليات الفساد أيضا محمية دوليا؟ المسؤولين الفاسدين أيضا هم تحت الحماية الدولية؟ هل هم في حصانة دولية فعلية على اعتبار أن الولايات المتحدة هي من تدعم هؤلاء، تدعم العملية السياسية، وبالتالي يعني هم في حصانة إن صح التعبير؟ باستمرار نحن نقول أن غزو العراق مشروع أمريكي، وهذا المشروع يراد له أن ينجح.
هذا المشروع هناك من نظر إليه بجانبه الاقتصادي بجانبه السياسي، وربما بعد مذكرات جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق الذي قال أن هناك اتصالات تليفونية لعدة مرات لعدة أيام بينه وبين بوش الابن على أن هناك جوز وما جوز، وبالتالي أي أن هناك بعدا صهيونيا دينيا للمسيحيين المتصهينين في هذه الحالة. فهذا المشروع الأمريكي يراد له أن ينجح، فيراد له أن ينجح بإيش؟ بمجموعة جئ بهم من الخارج مع المحتلين، هؤلاء تقاسموا مغانم محاصصة مقيتة، هؤلاء قسوة مفرطة في مواجهة من يخالفهم، وقد كان الاحتلال الأمريكي هكذا. إذن هذا المشروع يراد له عبر هذه الهيكليات انتخابات مجلس نواب مجلس وزراء، وبالتالي كل الحكومات المشار إليها بالفساد والتي عشعش الفساد في جسمها كانت مرضي عنها من قبل الأمريكان. وعندما تكون أمريكا راضية عن هؤلاء إذن الكل. أعطيك مثل بسيط، نحن نعرف الانتخابات الأخيرة لم يذهب إلى صناديق الاقتراع أكثر من 18%، وقد أدينت هذه العملية بالتزوير وأشير من خلال الاتحاد الأوروبي والمنظمات التي راقبت العملية الانتخابية، في حين أن الأمريكان قالوا أن العملية الانتخابية سارت بصورة كريمة وأن هناك حكومة جيدة. واتصل ترامب الآن بأكثر من مرة بالرئيس المكلف الذي أصبح رئيس وزراء العراق وقال أن هذه الحكومة حكومة ديمقراطية حكومة عراقية، ونعرف أن هذه الحكومة قامت على المحاصصة المقيتة المرفوضة من كل شعب العراق. إذن الأمريكان وكل الدول الغربية مع كل الأسف نحوا جانبا ماذا يريد شعب العراق، وأيدوا هذه الحكومة أو الحكومات المتوالية من 2003 إلى يومنا هذا. طبعا مشاهدينا الكرام ضيوف الكرام، ايضا يعني في تصريح لسنان الشبيب ايضا يعني تحدث عن فتره حكم المالكي وقال انها الفتره الاكثر فسادا من خلال هذا التصريح، وقال بان انه كشف بشان الاموال الضخمه التي اختلست طيله 8 سنوات من حكم رئيس الوزراء السابق نور المالكي، ان الاموال التي تسلمها المالكي بعد تعيينه لعلي العلاق محافظا للبنك المركزي تكفي لبناء وطن جديد يتسع ل30 مليون نسمة. يعني هذه الأموال، يعني هناك من تحدث عن 67 مليار دولار، وهناك أيضا يعني مصادر حكومية وتصريحات واتهامات تحدثت عن 1100 مليار دولار، وهو رقم ضخم جدا. تصريح سابق لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قال إن الفساد أفقد البلاد 450 مليار دولار، ما شاء الله، يعني كلها بمئات المليارات من الدولارات. هذه ألا تكون ميزانيات تكفي لبناء الولايات المتحدة الأمريكية حتى؟ أستاذ شاهو قرداغي، بالعودة إليك مرة أخرى، نسمع الكثير طبعا من تصريحات المسؤولين الحكوميين، لماذا هذه العلنية في كشف ملفات الفساد والأرقام بمئات المليارات من الدولارات علنا هكذا؟ يعني هل هو يعني حصن عن المساءلة، أمان عن المحاسبة، ماذا يعني ذلك؟ لا شك هذا يتعلق بتصفية الحسابات بين بعض الأطراف السياسية، يعني طريقة التوافقات والتصادمات والاختلافات بين الأطراف السياسية. فترة كانوا ينقلون الرسائل السياسية عن طريق التفجيرات في الشوارع، وبالتالي عندما يحدث هناك مشاكل فيما بينهم يفضح طرف فساد الطرف الآخر لإرسال رسالة إلى هذا الطرف، وليس لتحقيق العدالة والمحاسبة والبحث والتقصي حول ملفات الفساد. لا، هذه النية غير موجودة عند أي شخص من الأطراف الموجودة التي تكشف ملفات الفساد. هي فقط عمليات تصفية حساب بين الأحزاب السياسية، بين الأطراف السياسية، عن طريقها يتم إسكات الأطراف الآخرين، وبالتالي يستمر عجلة الفساد. إذا عدنا إلى الوراء وخاصة حكومة نوري المالكي، رأينا أنه بعد 8 سنوات من الفساد تعهد بأنه لو بقي ل4 سنوات أخرى سوف يحارب الفساد. بعدها في مرحلة عاد حيدر العبادي، بعدما اكتمل 4 سنوات
تعهد أنه في حال تجديد الولاية له سوف يقوم بمحاربة الفساد، وهكذا دواليك هذه الأطراف السياسية، وخاصة الآن أيضا الكاظمي الذي يهتم بالشو الإعلامي والتصريحات وتصريح وزير الداخلية بأنه يقطع أيادي الفاسدين، أنها تقتصر للأسف إلى الآن على مجرد التصريحات الإعلامية. كما تفضلت هناك ملفات فساد الجميع يتحدث عنها، يعني لا يحتاج إلى ناشط سياسي أو ناشط حقوقي يقدم له الملفات، لا تحتاج إلى لجان، لا تحتاج أيضا إلى لجان، هم يتحدثون موضوع اللجان، اللجنة تشكيل اللجان هو لقتل القضية وقتل الموضوع وإغلاقه، هذا كان مرتبط بموضوع اللجان منذ تأسيس الدولة العراقية الجديدة إلى الآن. أي موضوع يتم تشكيل لجنة له هذا يعني إنهاء هذا الموضوع. وهذه اللجنة ربما تكون يعني هذه اللجنة يعني هي في الظاهر مستقلة ولكنها أيضا من الأحزاب، والأحزاب لهم نفوذ في السلطة. بلا شك اللجنة أصلا تحتاج إلى تحقيق للنزاهة، وهي أيضا متورطة في الفساد، ويتم شراء الأعضاء التي يشاركون في هذه اللجان، ولكن لا يمكن أن يتصدى هذه الحكومة، لا يمكن أن يتصدى الكاظمي لملف الفساد، لأنه يواجه حكومة دولة عميقة هي التي أوصلته إلى الحكم. هذا الأمر مهم جدا، يعني نحن من البداية قلنا أن أي إجراء يتخذه السيد كاظمي لمكافحة الفساد نحن نؤيده، ولكن رأينا أنها مجرد زوبعة ومجرد تصريحات إعلامية لكسب التعاطف الشعبي وثقة الخارج، لأنه يحتاج إلى قروض وإلى دعم وإلى مساهمات الخارج، وبالتالي هذه تقتصر على وعود وتصريحات مثل الحكومات السابقة، وبعدما يترسخ حكم الكاظمي يتخلى عن هذه الوعود أيضا وينشغل بموضوع الإرهاب وموضوعات أخرى خارجية، كما يتم التركيز على التهديدات الخارجية للعراق، وبالتالي نسيان موضوع الفساد والذي هو عمق المشكلة ومصدر كل المصائب التي تلحق بالعراق دائما. نعم، يعني منذ العام 2003، ابقى معي أستاذ شاو قرداغي لو سمحت، بالعودة إليك أستاذ زيدون الكناني، منذ الاحتلال وحتى يعني فترة قريبة يعني شهد العراق انهيارا في ملفه الأمني، يعني سيارات مفخخة، قتل لعشرات الآلاف من الناس المدنيين في العراق بصفقات، طبعا الفساد باستيراد العراق عام 2007 أجهزة سونار مزيفة لا تعمل، بالتالي أدت عمليات الفساد هذه إلى إزهاق أرواح العراقيين الأبرياء. يعني هل تعتقد بأن الفساد له أهداف أستاذ زيدون؟ طبعا بالفعل له آثار مدمرة على الواقع العراقي، ولكن عمليات قتل العراقيين بهذا الشكل الممنهج وهذا الفساد، أثمة علاقة بينهما؟ الفساد لديه تأثير مباشر على كل مفاصل الدولة العراقية، على كل الأمور البيئية، جفاف المياه، أزمة الكهرباء، الميليشيات المسلحة، الفقر، سوء الخدمات العامة مثل التعليم والنظام الصحي، ورأينا ضعف النظام الصحي في مواجهة وباء كورونا، البطالة عند الشباب كما تطرقنا 25. نتحدث فقط فيما يخص موضوع قتل العراقيين. نعم، الملف الأمني. الملف الأمني بكل صراحة هو ليس فقط شيء يعني نتهم الفساد في العراق فيه، فالملف الأمني هو أيضا تقصير بتدخل أجندة خارجية إن كانت من كل دول الجوار بما فيها أمريكا. نعم الفساد هو الذي من جعل الشرطة الاتحادية وجعل من وزارة الدفاع والداخلية وجعل من القوات المسلحة العراقية أن يكون لديها جنود فضائيين، ورأينا ذلك في سقوط الموصل لداعش. فنعم الفساد لديه تأثير مباشر على قتل العراقيين، ولكن بلا شك هنالك مصالح مشتركة بين دول الجوار، هنالك مصالح بين الأعداء الجيوسياسيين في الشأن السياسي العراقي مثل أمريكا وإيران. أمريكا وإيران نعم يختلفون على كثير من الأمور في الشأن السياسي العراقي، ولكن لديهم شراكة ببقاء المحافظة، لديهم شراكة ببقاء محافظة الفساد، لأنه لو كان لدينا انتخابات نزيهة خارج منظومة المحافظة يعني سيكون من الصعب للولايات المتحدة ولإيران أن تجازف نفوذها وتتوقع من أن يحكمها العراق شخص نزيه أو كفوء بعيدا عن الانتماءات الإقليمية أو الدولية. نعم،
بالعودة إليك دكتور رحيم الكوبيسي، هل من سبل قانونية لتسليم الفاسدين للمحاكم الدولية؟ المحكمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية هذه محددة باختصاصات معينة، لكن لو أثبتنا أن هناك غسيل للأموال وهذه جريمة دولية بالتأكيد، لأن كل الذين مروا في العملية السياسية ولديهم جنسيات أجنبية، بريطانية، كندية، أمريكية، فرنسية، ممكن إذا ما أثبتنا أن هناك غسيلا للأموال، أن هناك أموال هربت من قبل هؤلاء، بالتالي سنطلب تسليمهم. لكن كما تعرف طالبنا بتسليم وزير التجارة تدكنا السوداني، وهو مطلق السراح ومحافظ البصرة سابقا. هذه كما قلنا، هذا النظام الدولي العقيم، هذا الذي ساند الاحتلال، هذا النظام لا يسمح بمعاقبة ومحاسبة كل أولئك الذين جاءوا مع السل الأمريكي في 2003. لازلنا نحن نحتاج إلى ثورة، الثورة التي تنزل بها الجماهير إلى الساحات لاجتثاث العملية السياسية كلها، وإقامة نظام تعددي، نظام على أعقاب عملية انتخابية نزيهة يشار إليها بالبنان. دون ذلك سنبقى نراوح مكاننا. أنتم ذكرتوا، الإخوان ذكروا أكثر من مرة بسياق الحكومات السابقة. نتذكر جيدا كم حكومة قالت لدينا فضائيين بالآلاف. العبادي قال في مرفق الدفاع واحد لدينا 50,000 فضائي، وقال لدينا ملفات عديدة، حتى عادل عبد المهدي قال لدي 40 ملف أمام مجلس النواب. وين يا مجلس النواب الأربعين ملف اللي فيها فساد؟ فساد في الصحة، فساد في الزراعة، فساد في كل مرافق الدولة. دون ذلك لا نستطيع أن نحاسب أحد. المحاصصة مقيتة، النظام الغربي مع كل الأسف، أو النظام المشكلة الدولي. يا أستاذ دكتور رحيم الكوبيسي، أنه حتى المناصب والوزارات تباع، يعني هناك بيع للمناصب والوزارات أيضا، يعني كم تدر على هذا المسؤول هذه الوزارة أو ذلك المنصب؟ مثلا على سبيل المثال هيئة النزاهة عندما كشفت، طبعا والهيئة مرتبطة بالبرلمان الحالي، كشفت أن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني مطلوب قضائيا في ما لا يقل عن 9 ملفات فساد، وتم إصدار بحقه 8 أحكام غيابية بالسجن، و تم إلقاء القبض عليه من قبل الانتربول الدولي ليفرج عنه بعد ذلك. يعني هذه الملفات أليست من سبل قانونية ربما أو جدوى يمكن من خلاله إرجاع هذه الأموال المسروقة للعراقيين؟ الأموال إلا إذا كانت هناك حكومة نزيهة نظيفة حتى تحاسب كل الذين سرقوا المال العام وتغولوا على حقوق المواطنين. دون ذلك لا تستطيع أن تحاسب أحد في هذه الحالة. إذا عندما يقول عادل عبد المهدي، وباعترافه في جلسة لمجلس الوزراء عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء، أن هناك وزيرا يقول أن المدير الفلاني أو مدير عام بتعيينه بفيديو باع هذا المنصب، فقال له الوزير اترك هذا الموضوع بعدين نتفاهم، موجودة بالفيديو، لكن لم يحاسب أحد، لأن هذه الكتلة تحاسب تغطي على أعمال الكتلة الأخرى، وهذا ما زال مستمرا إلى يومنا هذا. إننا أمام حالة من انهيار كامل لكل مفاصل الدولة، الفساد بكل أشكاله، والتغول وتسييس القضاء وانتشار الأمية والبطالة والفقر والكورونا ما يعجز الجهاز الصحي كثير. يا أخي نحتاج إلى إعادة لملمة إرادة الجماهير لكي تحاسب هؤلاء على ما اقترفوه بحق شعب العراق. دون ذلك سنبقى نراوح مكاننا. هذه الحكومة، كان كل ذاك الحكومة قالوا إنها حكومة كفاءات، حكومة وإذا بها حكومة قتل. حكومة سابقة لم يحاسب أحد عليها، قتلت أكثر من 700 شهيد، جرحت أكثر من 25,000 جريح، لم يحاسب أحد. بالعكس، سلمت السلطة لرئيس وزراء جديد، وهذا رئيس الوزراء الجديد أيضا في هذه الحالة أن الوزراء كلهم محاصصة مقيتة، وبالتالي لا يستطيع أن يحاسب أحد. طيب دون دكتور رحيم، يعني
لماذا يعني ربما يعني هذا سؤال لكن بصياغة أخرى، هناك فساد في السلطة التشريعية التنفيذية أيضا القضائية في العراق مثل ما تحدثتم، ولكن العالم هنا المجتمع الدولي القانون الدولي الذي وضع من أجل مكافحة أو فرض القانون ومنع عمليات الفساد في العالم، يعني هنا كيف ينظر المجتمع الدولي بقانونه الدولي إلى الوضع وإلى الفساد في العراق؟ كما القانون قانون فيه إجازة، لما يقول إخواننا المصريين تعبير عندهم محل يقول القانون فيه إجازة، القانون الدولي لم تتذكر أنت الآن ملايين الناس تنزل في الشارع لمقتل أحد المواطنين ذوي البشرة السوداء الأمريكان، صح ولا لا؟ في كل العالم. من يوم 1 أكتوبر، يوم 1 تشرين إلى يومنا هذا، آلاف من الجرحى والقتلى من قبل القوات اللي يسموها الطرف الثالث أو اللي سمي ما تشاء، لم يلتفت أحد، لم يعقد جلسة طارئة لهذه مجلس حقوق الإنسان ولا لمجلس الأمن الدولي، لم يلتفت لأحد، لأن النظام مرضي عنه أمريكيا. نعم. ابقى معي دكتور لو سمحت. نعم ابقى معي لو سمحت، ساعود اليك مره اخرى. استاذ شاهو القرداغي، يعني من وجهه نظرك يعني هناك اثار مدمره للفساد على الواقع العراقي، ما هي الاثار التي تراها على المجتمع العراقي؟ هناك واقع صحي متدهور، هناك واقع زراعي متدهور، هناك واقع صناعي متدهور، واقع تعليمي متدهور، يعني وتحدثتم عن موضوع الاجيال القادمه، طبعا جميع الدول جميع جلسات أو يعني مؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة ومؤسساتها تتحدث عن موضوع الأجيال القادمة، وحتى أن قضية المناخ والبيئة وغيرها من الأمور التي ربما تعتبر عند بعض البلدان الفقيرة هي من الأمور الترفيهية التي لا يفكرون بها، بينما شعوبها تتحدث عن حقوق إنسانية ضائعة تحصل فقط تريد على حقوقها الإنسانية. هنا من وجهة نظرك يعني كيف تنظر إلى الأمر؟ بلا شك الأطراف السياسية في العراق اهتمت بنهب الثروات والتدفق الكبير للنفط، واستغلت هذا الأمر حتى تقوم بإثراء نفسها على حساب الأجيال القادمة. نحن نجزم أن العراق كان ممكن إدارته عن طريق المساعدات الدولية والإيرادات الداخلية دون المساس بموضوع النفط بهذه الطريقة، ولكنهم حاولوا نهب كل شيء بطريق يعني سريع. الآن النتائج الكارثية منها درجات البطالة، منها الفقر، الفقر في بعض المحافظات وصلت إلى 50%. يعني تصور أن دولة نفطية مليئة بالثروات تكون نسبة الفقر فيها في بعض محافظاتها 50%، هذا يعني نتائج كارثية على المجتمع، وبالتالي وبالتالي سيؤدي إلى مصائب ومشاكل أخرى مستقبلية. هذا الأمر سينعكس على الجانب الاجتماعي والجانب السياسي والجانب الأمني وعلى كل الجوانب الأخرى للمجتمع، ولكن القادة الوطنيين الذين يظهرون وقت الأزمات نحن نفتقد لهؤلاء القادة الذي يفكر في شعبه ولا يفكر في نفسه. هؤلاء للأسف قدموا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وبالتالي حدثت الكوارث التي نراها اليوم. ومن الصعب إزالة هذه الآثار السلبية التي لحقت بالمجتمع والفرد خلال مدة وجيزة، لأنهم أيضا دينوا مبالغ هائلة وأفرغوا العراق من الثروات وأخرجوا المليارات إلى الخارج، وبالتالي يعني تعرضوا هذه الدولة إلى انهيارات متراكمة لا يمكن إزالة آثارها بسهولة، وهذه جميعا ستؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل. يعني هؤلاء لا يشعرون بهذا الأمر لأن أغلبهم يملك جنسية ثانية، وبالتالي لديه الخطة باء للهروب عندما يحدث أي مشكلة. هؤلاء ليس لديهم الاستعداد للتضحية في سبيل هذا الوطن. يعني يجب أن يدرك المواطن البسيط أن هؤلاء ليسوا تيجان الرؤوس، هؤلاء ليسوا مقدسين. خلال الفترة الماضية حاولوا تقديس أنفسهم بالنصوص الدينية والتغطية بالمذهب وهذه الأمور، ولكنهم ثلة من الفاشلين والفاسدين بشهادات دولية وبواقع عملي. يعني المواطن العراقي يجب أن يقارن حياته مع حياة المواطن في أي دولة خارجية، في المحيط، في أي دولة أوروبية، يرى أنه يعيش مثل ما يعيش مواطن فقير في قرية بنغلاديشية، ولكن كان يجب أن يعيش في
رفاهية كاملة. يعني نحن إذا نرى إلى نعود إلى سنوات ماضية في العراق أيضاً كان وضع المواطن أفضل من هذا الوضع الآن الذي نراه اليوم. أحزاب فاسدة، كمية هائلة من الأحزاب، ولكنه الأمر ربما إدارة هذه الدولة. الأمر غريب أستاذ شاهو، يعني إذا سمحت لي أن أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ زيدون الكناني. أستاذ زيدون، هناك دول فقيرة لا تمتلك من الموارد التي يملكها العراق، ليست دولا نفطية، بالتالي يعني مثل تايلاند، ماليزيا، الكثير من الدول التي ليس بها موارد يعني، ولكن نهضت بظرف زمني قياسي. أيضا هناك دول أوروبية ليس بها موارد، يعني حتى أنها تعتمد على استيراد أجلكم الله القمامة من أجل إعادة تدويرها، وبالتالي عملها على شكل يعني طاقة وتصديرها إلى الدول الباقية، أو هي الاستفادة منها عن طريق هذه الطاقة المعتمدة على الوقود الحيوي وغيره. يعني هذه العقول، العراق ليس خاليا من العقول الجبارة التي فيه، ولكن هنا يعني الآثار المجتمعية، تكبيل الأجيال القادمة بالديون، ما هي هذه الآثار وكيف تصفها؟ بلا شك أستاذ سمير، العراق وقع في فخ الفساد الذي كما تطرق إليه الأستاذ شاهو، بأنهم سياسيين لا يهتمون إلا بأنفسهم، كما تطرق الأستاذ رحيم عن موضوع الدولة العميقة. الدولة العميقة أيضا تكلف الدولة العراقية. الدولة العميقة هي شبكة علاقات واسعة، شبكة جماعات مسلحة، أحزاب سياسية يجب أن تخدم أنفسها وتخدم جيوب سياسيونها وتخدم مصالح الدول أو الأجندة الخارجية التي تحميها في الصراع الإقليمي الدولي الجيوسياسي في العراق. الفساد بأبعاده السياسية والمالية والإدارية لم يترك أثراً للعراق، وقد حوله إلى دولة فاشلة بكل المعايير، حتى بلغ الخراب حداً نستورد فيه الخضروات من إيران. لم يبقى شيء في العراق لم يخربه الفساد، وأخطر أنواع الفساد هو إفساد المستقبل، وهذا ما نخشاه. العراق اليوم كان بإمكانه ليس فقط أن يكون من أكثر الدول المتطورة بعد العملية الديمقراطية اقتصادياً وتعليمياً وعلمياً، ولكن كان ممكن أن يصنع اقتصادات مختلفة غير معتمدة على اقتصاد النفط. يعني حتى لو كنا من أغنى الدول النفطية، هذا ليس معنى ليس لدينا عقول أو 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 مصانع أو مشاريع أو حتى الزراعة ممكن أن نستثمر فيها ونصنع اقتصاد يعتمد على الزراعة، يعتمد على التمر، يعتمد على النهرين. بلد فيه نهرين، واليوم هنالك تقارير دولية بيئية تتكلم عن جفاف المياه في العراق. نعم، شكرا لك أستاذ زيدون الكناني. اسمح لي أيضا أن أستغل الوقت المتبقي وهو في دقيقة واحدة دكتور رحيم الكبيسي. أخيرا، يعني الشباب العراقي خرج كله في تظاهرات في ثورة عارمة من أجل تغيير الواقع، إسقاط النظام السياسي الفاسد في العراق، ولكن هذا النظام السياسي يواجه هؤلاء الشباب بالقتل المباشر. يعني من الناحية القانونية كيف تنظر إليه وهم يريدون تغيير الواقع الفاسد في العراق؟ يعني هم استنادا إلى النصوص الدستورية التي هم جاءوا بها، هذه النصوص تسمح بالتظاهر وإبداء الرأي، هذه نصوص دستورية لا تقبل وحقوق الإنسان في هذه الحالة. لكن عندما رأوا أن هذه الجماهير ثارت في كل ساحات العراق، حتى الذي لم يتظاهر معهم ماديا فهو بقلبه معهم في المحافظات التي، ومع ذلك نعم بأسلحة أنا أسميها أسلحة دمار كامل، لأنه قسم من القنابل المسيلة للدموع لم تستخدم قطعا، استوردت من صربيا لمصلحة إيران، وإيران بعثها للعراق. نشكرك شكرا جزيلا دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. وأيضا شكري الجزيل لضيوفي الكرام السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، والأستاذ زيدون الكناني الباحث والمحلل السياسي في شؤون العراق والشرق الأوسط، كان معنا من الدوحة. شكرا لضيوفي الكرام جميعا، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيبة وحسن المتابعة، وإلى اللقاء.